وهو واجب على المسلم، صيام رمضان واجب على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم السالم من الموانع. المسلم لأن الكافر يؤمر بالإسلام وبالتوحيد قبل أن يؤمر بباقي أركان الإسلام من صلاة وصيام وزكاة إلى آخر. البالغ لأن الصبي الذي هو دون البلوغ صيام رمضان عليه غير واجب، ولكن كان السلف الصالح رضي الله عنهم يعودون صبيانهم على الصيام شيئا فشيئا، فكانوا يربونهم على ذلك. لكن الصيام على من هو دون البلوغ على الصبي الصغير غير واجب، إنما يجب صيام رمضان على البالغ. ويعرف البلوغ ببلوغ 15 سنة، إنه الصبي عمره يحصل كم؟ 15 سنة، كان ولد ولا بنت، دي العلامة الأولى. العلامة الثانية للبلوغ نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي ينبت في قبل الرجل والمرأة. العلامة الثالثة للبلوغ نزول المني، نزول المني باحتلام أو غيره. والثلاثة علامات للبلوغ دي بيشتركوا فيها الأولاد والبنات، لكن بيزيد البت بعلامة رابعة وهي نزول دم الحيض، نزول دم الحيض. فإذا بلغ الغلام أو الفتاة وجب عليهم صيام شهر رمضان، ويجب على الآباء والأمهات وأولياء الأمور عموما أن يعودوا أبناءهم وبناتهم على الصيام كما يعودوهم على الصلاة وباقي أركان الإسلام ابتداء من التوحيد الذي هو أساس هذه الأركان، وهو أساس الإسلام وأساس الدين. ولذلك قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثالثا العاقل، صيام رمضان واجب على المسلم البالغ أشنو؟ العاقل، لأن المجنون غير مكلف بالعبادات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صحه الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على أمره حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فالمجنون ما واجب عليه الصيام ده إذا كان مجنون طوالي. طيب لو واحد عنده حالات، مرة بيجن مرة بيكون نصيح، كيف حاله في الصيام وما حكمه؟ قال العلماء: يؤمر بالصيام في حال صحته، ولا يؤمر بالصيام في حال جنونه، ولكنه لا يقضي ما أفطره في حال جنونه، لأنه في حالة الجنون لم يكن من أهل الوجوب، فلذلك لا يؤمر بالقضاء كما يؤمر المريض بالقضاء. كيف يعني؟ زول بيجين أيام وأيام بيكون نصيح، أيام مجنون ده يصوم ويصلي ويؤدي الواجبات، أيام نصيح يؤدي الواجبات، أما أيام مجنون ما يؤمر بصيام ولا صلاة، ولا يمشي يقضي الصيام بعد ما يفيق ما يقول أنا فطرت يومين كنت مجنون،
يقوم يعيده تاني. ليه؟ لأنه ده ما كان من أهل الوجوب في حال جنونه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وقال عن المجنون: المغلوب على أمري حتى يفيق. طيب لو من الصباح كويس وصبح صائم والسحر، لكن قام نصت نهار جنة جاته الحالة، صيام يوم وده كله فسد، صيام يوم شنو؟ فسد ولا يقضي. طيب إذن الصيام واجب على المسلم البالغ العاقل شنو؟ المقيم. المقيم عكس المسافر، لأن المسافر إذا صام فبها ونعمة، وإذا أفطر في حال سفره فهو أفضل، زي ما حنبين بعد شوية. فإذا أفطر وجب عليه فعدة من أيام أخر، كما قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يقضي الأيام دي. أما المقيم الما مسافر واجب عليه الصيام. القادر، دي نمرة خمسة. والقادر عكس العاجز، فالإنسان قد يعجز عن الصيام لمرض، عيان، ده عاجز عن الصيام. نمرة ستة: السالم من الموانع كالهرم. إنسان كبر وعجز شديد، بقى لو صام ممكن يموت ذاته أو يمرض، فده يفطر وما بيقضي، لأنه أصلا ما عنده طاقة للصيام ولا للقضاء، وإنما يطعم مكان كل يوم مسكين، كما كان أنس ابن مالك رضي الله عنه. ومقدار الإطعام من القمح قدر المد، المدة ملية اليدين الاثنين مع بعض، دي اسمه المد، يملاها كده، دي للمسكين. وبالميزان اثنين نص كيلو عشرة جرامات إذا كان من القمح، نص كيلو عشرة جرامات. وبالمد بس تملى يدك كده تدي للمسكين، ده حق يوم. 30 مد ده حق شنو؟ حق الشهر كله إذا كان 30 يوم، أو 29 مد حق الشهر كله إذا كان رمضان 29 يوم. ده حكم الصيام الوجوب على المسلم العاقل البالغ القادر المقيم السالم من الموانع. بما يثبت وجوب الشهر أو دخول الشهر؟ يثبت بواحد من أمرين لا ثالث لهما. الأمر الأول يثبت بالرؤية، رؤية الهلال، لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الحديث. لكن تنبيه مهم: كم نفر لازم يشوفوا الهلال عشان يكلموا ناس الدولة عشان يأمروا باقي الناس يصوموا؟ قال بعض العلماء: شخصان مسلمان بالغان عاقلان صادقان. واستدلوا بالحديث الذي صححه الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. النسك بتاع الحج برضه يقول بالرؤية، لأنه بيثبت به دخول شهر ذي الحجة. طيب: وانسكوا لها، فإن شهد رجلان مسلمان فصوموا وأفطروا. فالعلماء قالوا: إذن كم؟ اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنين. ولكن الصحيح أنه يكفي في ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه ودخول ذي الحجة، يكفي رؤية الواحد، تكفي رؤية الواحد المسلم
العاقل الصادق. واحد، لما صح أو ما صحح الألباني عند أبي داود في سننه من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: تراءى الناس الهلال، يعني بحث الناس عن الهلال في رمضان، لرمضان يعني. قال ابن عمر: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، قال: فصام وأمر الناس بصيامه. وعبد الله بن عمر كان كم؟ واحد. إذن يثبت دخول الشهر برؤية شنو يا جماعة؟ الواحد فما فوق، ما شرط إلا يكونوا اثنين. في حديث ثاني استدل به لكن ضعيف، ضعف الشيخ الألباني، أن أعرابي، حديث ابن عباس، أن أعرابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أنت أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. حديث ضعيف ما صحيح، يكفي حديث ابن عمر. إذن ده الطريق الأول لثبوت دخول الشهر، وهو شنو يا جماعة؟ الرؤية. وهناك تنبيه: لا يشترط أن يراه كل إنسان. في بعض القبائل والطرق اللي عندنا الصوفية، بعض الطرق الصوفية اللي عندنا بيقول لك إلا كل واحد يشوفه براه. تلقى الناس صايمين 3 يوم في رمضان، وتلقاه ماسك سندوتش الطعمية يلوك فيه، صوفي مرضان ما فاهم أي حاجة. وتلقى الناس معيدين، وتلقوه شايل المسواق عامل فيها شنو؟ عامل فيها صايم يبزغ النهار كله. ده باطل، ده فعل شنو يا جماعة؟ باطل، ما عنده أي علاقة لا مع الكتاب ولا مع السنة. لأن ابن عمر وهو كم؟ واحد، قال: أخبرت رسول الله أني رأيت الهلال، وهو كم ابن عمر؟ واحد. قال: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه برؤية كم؟ واحد، برؤية واحد. أما الآية فهموها غلط، ربنا قالوا: ربنا قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طيب القرآن ما بتفسر السنة، ابن عمر واحد ورأى الهلال والنبي عليه الصلاة والسلام صام وقال للناس صوموا، يبقى الموضوع انتهى، ما إلا أي زول يشوفه. ولو قلنا إلا أي مسلم يشوف الهلال براو عشان يصوم براو، معناته العميان ما عليهم شنو؟ ما عليهم صيام. وهذا لم يقل به عاقل لا فوق الأرض ولا تحت الأرض إلا يوصوا فيه ذي. طيب، الطريق الثاني لثبوت دخول شهر رمضان بإكمال شهر شعبان 30 يوما، وهذه الطريق، هذه الطريقة لا تكون إلا إذا لم يرى الهلال أو كان اليوم يوم غيم والناس ما شافوا الهلال وما قدروا يشوفوا، ما بدهم يشوفوا، هنا نعمل شنو؟ نكمل شعبان 30 يوم ونصوم طوالي من بكرة، من يوم واحد رمضان. ليه؟ لأنه يا جماعة الأشهر العربية ناس محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني وكده، الأشهر دي الشهر فيها يا 29 يوم يا 30 يوم، ما ممكن يكون 28 يوم ولا ممكن يكون 31 يوم أصلا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشهر هكذا، عمل كده ديل كم؟ 10. قال: وهكذا ديل كم؟ 10 20. وهكذا ديل كم؟ 30. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا كده كم؟ 20. ثم قال: وهكذا كده كم؟ 29. مسك صباع واحد 29، يعني الشهر العربي يا بقى 30 يا بقى كم؟ 29. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي أو في رواية غمي عليكم فأكملوا عدة الشهر 30 يوما. قال: صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، ما قدرتوا تشوفوا كملوا الشهر 30، وبكرة شنو؟ الشهر الجديد، موضوع ماله محلول. عشان كده العلماء قالوا: ما يجوز في ثبوت شهر رمضان
أو خروج شهر رمضان أو شهر ذي الحجة ما يجوز البتاع اللي بيعملوه ده اسمه شنو؟ أو الحساب لا مش ده لا الحساب الفلكي ده ممكن التلسكوب ده ممكن يعانوا بالهلال لكن الحساب الفلكي الحساب ده من قبل 6 شهور يقول لك رمضان واقع يوم الاثنين وعايقع 29 يوم وما تزيده كله باطل ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر كم؟ 30 يوما إذا ما رأيت الهلال كملوا الشهر كم 30 يوم وصوموا من بكرة وكذلك العيد برضو نفس الفعل واضح كده يا جماعة؟ واضح ولا ما واضح؟ واضح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا عرفنا يا جماعة بما يثبت دخول الشهر عندنا بعض الأحكام المتعلقة بالصيام وهي مهمة جدا وعلمها واجب علمها شنو يا جماعة؟ واجب لا يسع الإنسان الجهل بهذه الأمور بالذات أركان الإسلام شنو الخمسة ومنها الصيام طيب واحد أحكام المسافر في رمضان أحكام شنو؟ المسافر انتبهوا للكلام ده مهم جدا وأنا زي ما عنونت المحاضرة الخلاصة بنجيب خلاصة الموضوع ما قدر نخش في الخلافات كثير الخلاصة مع الدليل بس طيب إن شاء الله أولا المسافر يجوز له في رمضان الإفطار ويجوز له الصيام يجوز له الإفطار ويجوز له الصيام الدليل على الصيام والإفطار ما رواه البخاري من رواية أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم منا على المفطر شيئا ولم يعب المفطر منا على الصائم شيئا عن الصحابة كانوا مسافرين مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان جزء من الصحابة صائمين وجزء من الصحابة مفطرين الصائمين ما بقولوا المفطرين انتوا مفطرين ليه والمفطرين ما بقولوا للصائمين انتوا شنو صائمين ليه إذن الأمرين شنو يا جماعة جائزات وأيضا جاء في صحيح مسلم من رواية أبي سعيد الخدري أن الصحابة في السفر كان منهم من يصوم وكان منهم من لا يصوم لكن أيهما أفضل للمسافر في رمضان الصيام أم الإفطار إذا استويا لأنه أصلا لو الإنسان تعب وهو صائم وهو مسافر واجب عليه أن يفطر لما روى البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه ظلل يعني واقع في الوطاء غمران والجماعة واقفين فوق لما عملوا له ظلم كثرة الناس فقال ما له قالوا صائم مسافر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر العلماء قالوا ده لمن كانت حاله كحال هذا أي أن الصيام يتعبه مع السفر ففي حقه ليس من البر الصيام في السفر أما الإنسان الما بيتعبه يجوز له يصوم بدليل حديث منه أنس بن مالك قال كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر شيئا ولا المفطر على الصائم شيئا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا في الحديث الآخر قال الراوي كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر من رمضان في يوم شديد الحر وليس فينا صائم إلا رسول الله
صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذا كان بعضهم يصوم شنو؟ في السفر أحيانا. أما حديث ليس من البر الصيام في السفر للزول يا جماعة التعبان. طيب إذا استويا زول ممكن يصوم ممكن ما بيصوم في سفره ده، قادر قادر يصوم وممكن ما يصوم، ولو صام وهو مسافر ما بيتعب. إذا استويا الصيام والإفطار للمسافر أيهما أفضل في الدين في الشرع؟ إذا استويا الصيام والإفطار للمسافر فإن الأفضل له أن يفطر، والله أعلم. وهذا ما رجحه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى، وأورد حديثا وأثرا. أما الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: أُتي للنبي عليه الصلاة والسلام بطعام وهو بمر الظهران، منطقة قرب مكة اسمها مر الظهران، في رمضان، وهو مسافر وصحابه معه مسافرين. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: أدنوا فكلا. خدتوا له الأكل قدامه وفي رمضان وفي نهار رمضان مسافرين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له بكر وعمر شنو؟ أدنوا فكلا، قربوا وأكلوا، وكلام ده في نهار رمضان لكن مسافرين. فقالا: يا رسول الله إنا صائمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارحلوا لصاحبيكم واعملوا لصاحبيكم، أدنوا فكلا. قال شيخ الألباني رحمه الله تعالى: فقوله ارحلوا لصاحبيكم واعملوا لصاحبيكم هذا للإنكار من النبي عليه الصلاة والسلام أنهما لو صاما في حالة السفر فإنهما يحوجان الناس إلى خدمتهما، حيرحلوا لهم الرواحل يجهزوها لهم، حيتعبوا الناس ويعملوا لهم لأنهم صايمين تعبانين، لأنه صيام مع السفر بيتعب. فالإنسان لما يكون صايم وهو مسافر بيحوج الناس إنه يخدموه لأنه بيكون تعبان مع السفر ومع الصيام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم، قال لهم ارحلوا لصاحبيكم، يعني قال لهم النازل معناته حيشتغلوا لكم، واعملوا لصاحبيكم. وزاد في الإنكار وقال: أدنوا ثاني، أدنوا فكلا. فشيخ الألباني قال ده دليل قوي لأفضلية الإفطار للمسافر في حالة في أيام الصيام الأفضلية. قال: وأيضا ما يشد عضد ذلك ما روى الفريابي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تصم في السفر، لا تصم في السفر، فإنك إذا صمت في السفر وحضر الطعام قال أصحابك أكفلوا له واعملوا له، قال: فيذهب بأجرك. هكذا قال عبد الله بن عمر في الأثر الصحيح عنه رضي الله عنهما وأرضاهما. وكذلك ما صح عن اللجلاج وهو من التابعين رحمه الله قال: كنا نسافر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة أميال، بس ثلاثة ميل، بس ثلاثة أميال، فكان يقصر الصلاة ويفطر في رمضان، فكان يقصر الصلاة ويفطر شنو يا جماعة؟ في رمضان. وده من أقوى الأدلة إن السفر ذاته ما عرف في عرف الناس أنه سفر، وأنه لا يحد بأميال معينة أو بكيلومترات معينة. لأنه قال: كنا نسافر مع عمر الخطاب كم ميل؟
ثلاثة أميال فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان. حكم ثاني من أحكام المسافر في رمضان، إذا أراد المسافر الإفطار أو الأكل فهل يفطر من بيته أو بعدما يخرج من مباني القرية؟ قال بعض العلماء لا يفطر إلا إذا خرج من مباني القرية، يعني بعد ما يطلع من المدينة حتى بعد ذلك شنو يفطر. قالوا لأنه ممكن يغير رأيه ويرجع تاني يخلي السفر. وقال البعض الآخر من العلماء إن من نوى السفر فإنه يجوز له أن يفطر ولو من بيته، والأفضل أن يفطر من بيته وبعد ذلك يطلع ولو بعد الفجر يعني وقت الصيام. وهذا هو الصحيح لأن عليه الدليل أو الأدلة. روى الترمذي بإسناد صحاح الألباني رحمه الله عن محمد بن كعب رحمه الله تعالى قال أتيت أنس بن مالك في بيته في رمضان من الصباح، يعني بعد طلوع الفجر ودخل وقت الصيام، قال وهو يريد سفرا وقد رحلت راحلته، رحلوا الراحلة بتاعته جهزوا له فيها الحاجات بعد السفر، قال فدعا بطعام فأكل وهو في بيته، لسه ما طلع من بيته ولا طلع مباني المدينة في بيته. قال فقلت يا أنس أسنة؟ قال نعم سنة. والصحابي إذا قال ده سنة معناته ده شنو يا جماعة؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الموضوع منتهي. طيب حكم ثالث من أحكام المسافر في حال الصيام أنه إذا أفطر فإنه يقضي ما أفطره بعدد الأيام التي أفطرها. والدليل على هذا قول الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يصوم الأيام التي أفطرها في رمضان. لكن إذا صام وهو مسافر فإننا لا ننكر عليه لأن ذلك أيضا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما التفضيل فيما نعلم والله أعلم أن الأفضل في حال السفر أن يفطر الإنسان ويكون بذلك أعظم أجرا وأكثر أجرا كما ذكرنا من الأدلة الصحيحة. طيب ده المسافر. أما المريض وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين المسافر والمريض في الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن للمريض مع الصيام حالات. الحالة الأولى أن يشق الصيام مع المرض فإن الأفضل له أن يفطر. إذا زول الصيام بتعبه وهو عيان أفضل له شنو يا جماعة؟ يفطر. وإذا كان الصيام يهلكه أو قد يهلكه ويؤدي به إلى الهلاك فإن الواجب عليه أن يفطر، بل أعظم أجرا إذا كان الصيام بتعبك مع المرض أفطر وأجرك أكثر مما تصوم ذاته، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته أو معصيته، ورخصه ومعصيته. فربنا سبحانه وتعالى يحب إن الإنسان يترخص برخصة الله سبحانه وتعالى، كما أنه يكره أن يقع الإنسان في معصيته جل وعلا. فربنا رخص لك في حالة المرض إنك تفطر، إذا كان المرض يشق عليك مع الصيام أفطر، وربنا ما ضيق عليك، عندك أيام ممكن شنو تصوم في غير رمضان، ربنا قال في عدة من أيام أخر. لكن هذه الأيام الثلاثة
الواجب ان الانسان يصوم قبل دخول رمضان الثاني، وهكذا في حال الحامل، في حال الحائض والنفساء، في حال الحائض والنفساء، عفوا الحائض والنفساء، تصوم تقضي ايام بعد رمضان لكن قبل رمضان الثاني يخش. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الايام من رمضان فلا استطيع قضاءها الا من شعبان، يعني اخر شهر من السنة قبل رمضان الجاي. فده دليل على ان ما كان بتلحقها او تفوت رمضان الجاي، وده وقت القضاء يا جماعة، الانسان ما يفوته من غير عذر شرعي. طيب اذا مات الانسان، اذا واحد كان عيان وعليه ايام من رمضان او مسافر وقال اقضي الايام الثمانية يوم العشر يوم دي بعد رمضان، وقام مات قبل ما يقضيها، ده حاله كيف؟ مين يعرف؟ فهمت السؤال؟ زول عليه ايام تعد قضاء من رمضان ودار يقضيها، ناوي يقضيها، لكن لما انتهى رمضان وما قضاها لحد ما مات يتوفى. اه ايوه اه ايوه ايوه طيب في حالتين، اذا كان المرض او العذر اللي من اجله افطر ده ايام مثلا وافطر 10 يوم من رمضان ولسه مواصل ايام ما بقى كويس وقام مات، ده ما بيقضوا عنه اهله خلاص، ولا يطعم عنه ولا يقضوا عنه ولا اي حاجه، لانه لحد ما مات لم يكن من اهل الوجوب، لذلك لا يجب على اقربائه ولا على اهله ان يصوموا عنه ولا يجب عليهم ان يطعموا عنه. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه اذا كان العذر الذي من اجله افطر زال هذا العذر، العذر زال لكن بقى كسلان وقال يا اخي الشهر الجاي دقيقه، الشهر البعدي والشهر البعدي، وجا قال الشهر البعدي كسل ومات قبل ما يقضي، ده هو الأهل بيصوم عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أما العيان طوالي لما مات ده ما عليه الصيام، لأنه في حال مرضه لم يكن من أهل الوجوب الذين عليهم وجوب الصيام. طيب إذا أقاربه ده قالوا ما بنصوم عنه كسلانين، اصوم شنو؟ قال انا رمضان قضيته ذاته بالتلتله، ما بقدر ثاني اصوم كمان 16 يوم لواحد من أهل. ما بقدر. وها طيب انت مصوم؟ لا برضه. انت مصوم له ولا لا؟ انت مصوم له؟ ما في زول. اها دي حلوه كيف؟ الشيخ ابن عثيمين قال يطعم عنه، الدليل القياس، قال لانه اصلا الصيام قال لما انفرض، أول ما فرض على مرحلتين، الأولى التخيير بين الصيام وبين الإطعام، من أراد أن يصوم صام ومن لم يرد يطعم، قال فبقى الإطعام مكان شنو؟ كان الإطعام مكان الصيام. وكذلك الشيخ الهرم والمرأة العجوز الضعف ضعف شديد وما قادر يصوم، جعل لهم مكان الصيام شنو؟ الإطعام، كما كان أنس ابن مالك لما كبر وضعف عن الصيام كان يطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما، خبزا ولحما. فقال دي كلها أدلة إنه الإطعام بقى بديل لشنو؟ الصيام في حالة العجز عن الصيام. هنا عجز عن الصيام لهذا المتوفى، لهذا الميت، البديل شنو؟ البديل الإطعام. وانتبه إلى أن الإطعام عن الصيام في رمضان لا يجوز فيه أبدا أن يكون نقدا. واحد يقول لك طيب شيك، والله ما طبعا الشيكات راكدة، برضو ما بجوز لا شيك ولا قروش، لابد يكون طعام،
لأنه ربنا قال فدية طعام مسكين. ربنا قال طعام، لا بد يكون طعام. دي ما فيها خلافنا وكذا لا، دي طعام بنص القرآن. حتى لو خالف أحد نص القرآن ضربنا بقوله عرض الحائط. فالعلماء قالوا ده لابد يكون طعام على نوعين، إما طعام مطبوخ مصنوع وجبة يعني للمسكين عن اليوم، أو دقيق أو حب. إذا داير حب بالقمح غايته أنا عارف قدر المد، المد ده كده عن اليوم للمسكين عن اليوم. طيب هل يجوز تدي حق 30 يوم أو 29 يوم الشهر كامل لمسكين واحد أو أسرة واحدة، ولا إلا تديها 30 مسكين؟ الشيخ ابن عثيمين يرى إنه 30 مسكين لابد يكون، قال 30 مختلفين. والشيخ الفوزان قال يجوز تدي حق 30 يوم لممكن أسرة واحدة أو لشخص واحد بيكفي، بيكفي تديه ويكفي خلاص. طيب وبالوزن إذا كان من القمح نص كيلو وعشرة جرامات، ده بيختلف من الوزن والمقدار بتاع زكاة الفطر، ما تلخبط بيناتهم. ده أقل، ده أقل، فدية طعام مسكين ده أقل من زكاة الفطر، بعدين 2 كيلو كسر ده أكبر أو. طيب الحالة الثانية للمريض، ألا يؤثر الصيام على المرض ولا المرض يؤثر على الإنسان مع الصيام؟ زول عنده زكام نزلة بس بسيطة كده، هل ده بيفطر؟ ما يفطر. إنما المرض الذي يفطر الإنسان بسببه الذي يتأثر الإنسان به إذا كان صائما، سواء كان يزيد الصيام في المرض أو كان الصيام يأتي له بهذا المرض أو يؤخر البر. يؤخر شنو يا جماعة؟ البر. زول عنده مرض معين قال لي يا أخي لو بقيت تجوع وتصوم الشفاء بتاعك أو والله أعلم بيتأخر، ده عليه إنه يفطر. أو يشق عليه الصيام مع هذا المرض، عليه إنه يفطر. المهم في هذه الحالات كلها الإنسان شنو؟ عليه يفطر. ثالثا ذكرنا المسافر، ذكرنا المريض. ثالثا المفطرات، المفطرات الأكل أو الشرب عمدا. ليه قالوا عمدا؟ لأنه من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وده حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصوفية طبعا بتفلسفوا يقول لك يا أخي إذا كان صيام نفل وأكلت أو شربت ناسي لابد تقضي، لكن صيام رمضان ما تقضي. أنا ما أعرف الفقه ده جابه من وين. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، رمضان، اثنين وخميس، الثلاثة أيام البيض، أي صيام ربنا شرعه كان نافلة ولا واجب تم صومك. قالوا لا، المعنى أنه تم صومك لكن تقضي. العلماء قالوا قال فليتم شنو؟ صومه. الرسول سمى صيام، إذا ما فسد، ولو ما فسد ولسه باقي صيام معناته ما عليه شنو؟ معناته ما على صاحبه القضاء. شوف كلام العلماء والفقهاء كيف، وشوف كلام بتاع ناس الفتة كيف. فليتم صومه. قالوا ده الدليل الأول، ربنا رب النبي صلى الله عليه وسلم سمى صوم لسه، يبقى ما فسد عشان تقضي ولا تطعم، وما فسد أصلا هو لسه صايم، بعد ما أكل وشرب قال برضو صايم صومه. الدليل الثاني قالوا من الحديث، قالوا قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف الله الإطعام لهذا الصائم إليه وأضاف السقيا إليه، دلالة على أن الله رضي عن هذا الفعل، بخلاف المتعمد. ربنا ما يرضى أن الإنسان صائم بذات صيام الوجوب ويمشي يأكل عمدا أو يشرب شنو عمدا. فقالوا ده دليل على أنه
إقرار على أنه لسه صائم ودي حاجة جاته من ربنا وما عليه أي شيء، كده قال فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أما الأكل والشرب عمدا، ذو المتعمد يأكل ويشرب فسد صومه. إذا كان صيام واجب رمضان يعني تحديدا، فإنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب التي يستحق بسببها العذاب في النار. واحد، فعليه التوبة النصوحة بشروطها، وعليه قضاء هذا اليوم، ولكن ليست عليه الكفارة المغلظة، لأن الكفارة المغلظة لا تكون إلا في الجماع في نهار رمضان لمن كان صائما، لأن حديث صحيح مسلم وجاءت فيه الذي جاءت فيه الكفارة المغلظة إنما جاء في قصة الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان وهو شنو يا جماعة؟ صائم. فما يجوز نشيل الكفارة جاءت في الجماع ننزلها في من أكل أو شرب متعمدا. إذا نمرة واحد من المفطرات الأكل أو الشرب عمدا. ثانيا من المفطرات إنزال المني باختياره، إنزال المني باختياره. ليه قالوا باختياره؟ لأنه إذا نام وأنزل منيا باحتلام، احتلم هو نائم بالنهار وصيح لقى نفسه محتلم وخرج منه مني، فإن صيامه صحيح ويومه كامل ولا عليه قضاء ولا عليه كفارة وصام تمام ما عليه حاجة. أما إذا أنزله باختياره فإن عليه، فإنه قد أفطر متعمدا. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه جل وعلا يدع طعامه وشرابه، لما بيتكلم عن الصائم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. قال يدع يعني الصائم طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إذن الصيام بتترك فيه الطعام وتترك فيه الشراب وتترك فيه شنو يا جماعة؟ الشهوة، الشهوة. شكله ما يجوز للإنسان أن ينزل المني باختياره وهو صائم، فإذا فعل ذلك فسد صومه، فسد صومه. هذا نزول المني يفسد الصيام إذا كان باختيار الإنسان. وعليه أن يقضي هذا اليوم وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح. طيب إذا نزل المذي وليس المني، والفرق بينهما أولا الاثنين بينزل وقت الشهوة، لكن الفرق والفروقات بين المني والمذي أن المني يخرج بكمية أكبر من المذي، ويخرج دفقا وليس دفعة واحدة، وأن المني يكون ثخينا ثقيل ورائحته كرائحة البيض الني، ولون مني الرجل أصفر أو مائل إلى الصفر، أما المرأة لون منيها أبيض وهو رقيق. أما المزي فيخرج أقل وهو أبيض وليس بأصفر ورقيق خفيف، ما بيكون ثقيل غليظ زي المني. طيب قلنا المني إذا خرج باختيار الإنسان صار متعمد صيامه ماله فسد. طيب إذا خرج منه مزي، اختلف فيه العلماء ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نزول المذي في حال الصيام أنه لا يفطر، ولكن لا يجوز للإنسان أن يحرك شهوته متعمدا لا في حال الصيام ولا في غير الصيام، لأن ذلك باب الشر، باب الشر. طيب
من المفطرات أيضا الجماع في نهار رمضان، هو من المفطرات. وعلى من فعله التوبة وقضاء اليوم والكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وشهرين دي الناس بيقول لك 60 يوم، لا، شهرين ممكن يكون واحد 29 واحد 30، ممكن يكون ده 30 وده 30، ممكن يكون 59 يوم. فالمقصود شهرين وليس المقصود 60، بالشهر العربي أفضل. فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع فعليه التوبة والقضاء، لأن الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان قال له النبي عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين، قال وهل أوقعني في ذلك يا رسول الله إلا الصيام؟ أنا ما قدرت أصبر على رمضان على يوم واحد، فما أقدر أصبر على 60 يوم. قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع. فجلس الرجل، رجل مسكين صحابي رضي الله عنه، كان فقير ومسكين، فجلس، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعس من تمر، حاجة كده إناء فيه تمر، فقال أين الرجل؟ قال أنا يا رسول الله. قال خذه أطعمه 60 مسكينا، قال والله، قال على أفقر مني يا رسول الله؟ في المدينة كلها ما في مسكين أكثر منها جمشاد له. قال والله ما بين لابتيها من هو أفقر مني ومن أهل بيتي. قال خذه وأطعمه أهلك. فعفاه من إطعام 60 مسكين، لأنه شنو يا جماعة؟ لأنه أصلا ما عنده أي شيء. طيب، من المفطرات لكن مختلف فيه وهو الحجامة، ودي بالذات فيها خلاف طويل بين العلماء. بعض العلماء قالوا الحجامة تفطر، وبعضهم قال لا تفطر، لأن الحديث منسوخ. والذي رجحه العلامة الفوزان حفظه الله تعالى أن الحجامة تفطر، واستدل بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. طيب، المحجوم ده اللي بيحجمه بيطلع منه الدم، لأنه الدم طاغة بتطلع من الإنسان عشان كده بيفطر. طيب الحاجم كيف اللي بيحجم ده؟ اللي بيحجم ده ما بيطلع منه دم، صح ولا ما صح؟ الزول اللي بيحجم. فأجاب العلامة الفوزان بأن الحجامة بالذات زمان كانت بالقرن، القرن ده، والقرن ده بيخطوه في محل الحجامة وبيمصوه في فتحة فوق وفتحتين، اللي بيحجم ده بيمص بيشوط بخشمه. فقالوا ربما يتطاير شيء من الدم أو عرق، لأنه مرات الحجامة محلها بيكون في عرق موية، يتطاير شيء من هذا أو هذا في حلق شنو؟ الحاجم. قالوا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. لكن عموما خروجا من الخلاف، الواجب على الإنسان في حال الصيام ألا يحتجم، لأن فعل الحجامة في حال الصيام فيه أقل، على أقل أحواله فيه شبهة أن يفطر الإنسان أو لا يفطر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وقال عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أيضا من المفطرات الإبر المغذية، الدرب اللي بيكون فيه دم، وذولنا قالوا له دم ده بيفطر، أو الدربات بتاعت الجلوكوز فيها سكر ولا فيها ملح، المهم يكون فيها حاجة مغذية، حقنة درب مغذي أو فيه دم، ده بيفسد الصوم يا جماعة، بيفسد الصيام. أما الإبر غير المغذية فإن استطاع الإنسان أن يتعاطاها بعد الإفطار فهو الأفضل، وإذا كان لا يمكن، لأن يعني بعض الإبر يقول لك لو ما أخذتها بالساعة كده بيحصل لك مثلا حاجة من المرض، أو بيزيد عليك المرض، أو بيأخر الشفاء البرئي يعني، فده إذا كان الإبرة غير مغذية زي بتاعت الملاريا دي ما مغذية، أو غيرها أمثالها يعني وأشباهها، يجوز الإنسان يأخذها ولو كان صائم. ومثل هذا القطرات، قطرة العين والأذن، القطرات الما فيها الما مغذية ما في مشكلة الإنسان
يتناول أثناء الصيام. أما المعجون اختلف فيه العلماء المعاصرون، لأنه حاجة جديدة في العصر الحديث، فيرجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن المعجون لا يجوز الاستياك به في حال الصيام، ما بيجوز. ليه؟ قالوا لأن المعجون فيه نعناع، والنعناع فيه خاصية نفاذة، عشان كده حتى لو لحس بس بلسانك هنا بس ولا بلعته بتلقى حلقك ماله بقى بارد، نفذ خش جوا، ففيه خاصية نفاذة. بعض العلماء قالوا مفطر، لكن الصحيح أن يتجنبه الإنسان، ودي قاعدة وخذها حاجة، أي حاجة اختلفوا فيها العلماء، وانت بإمكانك تخليها، لو خليتها زاد ما بتأثر معك، لأنه ممكن تتسوق بشنو؟ بالأراك، ممكن تتزوج تتسوق بالفرشة فاضية، أو تتسوق إذا كان لابد بالمعجون تتسوق مع السحور، تسوق إن شاء الله 50 مرة قبل وقت شنو الأذان الثاني، وبعد ذاك بعد المغرب ثاني فطرت ممكن ثاني تتسوق، بعد ما صليت العشاء ممكن ثالث تتسوق، ما في مشكلة، صحيح ولا ما صحيح؟ بالمعجون ذات. ولو قدرت تتسوق أثناء النهار ممكن تتسوق بشنو؟ بل أراك، وهو أفضل ذاته من المعجون وأطيب وأصح من المعجون، كان صايم ولا ما صايم. فالحاجة اللي أنت ممكن تخليها وتركك لها ما يضرك، لأنه اختلف فيها العلماء، علماء قالوا فعلها حرام وعلماء قالوا فعلها حلال، وأنت لو خليتها ما بتتضرر، السنة هنا أنك تخليها. الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ودي أحكام شرعية يا جماعة لابد نتكلم عنها. سمعت واحد من السفلة جايبينهم شيوعي طالع في المنصة قال نحن تاني ما دايرين تلفزيون السودان يكون زي الصورة الكئيبة البئيسة اللي فيها الليلة دي. أنا والله قالوا داري يقول كله غنى وكله مديح وكده، عشان كده صورته بئيسة وكعبة. قال يا أخي يومتها قال بحضر تلفزيون السودان، قال جايبين شيخ قال عنده دقن وعمة، قال بيتكلم في المعجون بفطر لما بفطر، قال بالله شوف جنس الحالة دي، قال نحن في دولتنا ما دايرين شغل زي ده تاني، معناته ما داير شنو؟ ما داير دين. اصبر لنا يوم اقرب، اصبر شوي كده خلونا في السياق. طيب فالافضل انه الانسان شنو؟ يتركه، لانه تركك ما بضرك، لكن فعلك له قد شنو يا جماعه؟ قد يضرك. انا بعض العلماء قالوا يفطر وبعض العلماء قالوا يفطر، انت ليه بتدخل نفسك بالحته الضيقه دي؟ خليه طالما في بدائل، والبدائل احسن منه ذاته، هو البديل مش ديك بدائل. طيب كذلك الكحول يا جماعة، الكحول اللي بيعملوه في العين ده، وطبعا في كحول يجوز الرجال يعملوه والنسوان يعملوه، اللي هو الإثمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتحلوا بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ينبت الشعر قال الشراح أي شعر أهداب العين، الشعر ده أهداب العين بيسموه جنو الرموش مش؟ طيب والرموش عندها فائدة يا جماعة، كل ما كانت طويلة وغزيرة عندها فائدة، تحمي العين من الوسخ، تحمي العين من الأمراض والجراثيم، يعني ما خلق الساكت، عندها فائدة عظيمة جدا، وكذلك فيها جمال للإنسان. طيب وكان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إنه شعر أهداب العين كان عنده طويل وغزير عليه الصلاة والسلام من جماله صلى الله عليه وسلم. فالكحل بتاع الإثمت ده بينبت الشعر، شعر الأهداب العين، ويجلو البصر، يعني لو عندك مشاكل في عينك اتكحل بالإثمت. في ناس بيمشي يجيب أي كحل حق النسوان ده أو من الدوكة تعي تلقاه يتكحل، ده ممكن يعميك ذاته ما تشوف أي حاجة تانية. ماذا المقصود يا جماعة؟ إنه سنة، ده ما هو السنة. السنة نوع واحد اسمه شنو؟ الإثمت، نوع واحد من الأكحال. الإثمت ده كيف؟ قال ابن حجر: والإثمد، اسمعوا الوصف ده كويس، قال: والإثمد لونه أسود مشرب بحمرة، يعني لونه أسود لكن ما إلا شنو؟ فيه حمار شوية، هو أسود لكن فيه حمار، زي مرات تلقى شراب بتاعك لو أسود أو المنديل لو أسود، مرات لما تدرش شديد وتغسل وتعلق بالشمس، شر بالشمس
تلقى بدا يبقى شنو؟ هو اسود لكن تلقى فيه حاجات حمر حمر. فنفس اللون ده لون الاسمد شنو؟ الاسمد الاصلي. قال وهو ياتي، قال ابن حجر ياتي من الحجاز، وافضله الذي ياتي من اصبهان. ياتي من اين؟ اصبهان. ده الاصلي 100%، لانه فيه غش الان، الاسمد ده غش كثير زي العسل النحل، زي حكايه عسل النحل. مش فيه غش كثير؟ برضه الاسمد ده فيه غش كثير. ابن حجر لخص لنا الصفات بتاعته. فدثت كحلبه عند النوم، لما تقدر تنوم. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يكتحل به عند النوم، وصفة اكتحاله صلى الله عليه وسلم بالإسمد كان يكحل العين اليمنى 3 مرات، ويكحل اليسرى 2 مرات. أما رواية 3 3 فهي ضعيفة. الرواية الصحيحة اليمين 3 والشمال كم؟ 2، وينام على ذلك. ده كده بيكون فيه صحة لنظرك ده، خلاص، وفيه ينبت شعر أهداب العين. فهذا الكحل لا يفطر الصائم حتى لو وجدت فيه شيء في شنو؟ في حلقك. أما الطيب، الريحة، لأنه اشتهر عندنا هنا في السودان بالذات، لأنه فقه صوفي، لا جاوه من القرآن، لا جاوه من السنة، جاوه من راسه. هذا الشيخ اللمين ذاك ألف لك كتاب قال عن الطهارة، قال من نواقض الوضوء الخارج من بين السبيلين. معناته بيقول 3، صح ولا ما صح؟ بيقول 3 سبل. ده سؤال عجيب جدا جدا، ما من بين يا اخي، عرفت كلامي؟ خارج من السبيلين، ما من بيناتهم، لان من بيناتهم ده بقى كم؟ بقى 3 سبل. انا ما اعرف اللي حاصل شو. طيب، فالطيب الريح اللي بيبخوها البخاخ ده البر ده، ولا في الجسم ذاته، ما بيفطر. الصبي يقول لك لا ده بيجرح الصيام، لا بيجرح الصيام، وتلقى صايم ويقول يا البراي ما عندك دين ذاته، مش صيام، دين شات ما عندك، ما في، لانه البنادي غير الله مشرك، برا الاسلام، خلي الصيام، برا الدين ذاته، مش لو يسوق بها راك، لو اكل الشجره كلها كافر، ما عنده حاجه. فالطيب الريحه بانواعها ما بتفطر، الا ان العلماء تكل ولا بتجرح الصيام، إلا أن العلماء تكلموا في البخور، وفرقوا بين البخور وبين باقي الطيب الممسوح أو المرشوش. ده وصل فطر لا بجرح. أما زي ما هم بيقولوا يعني بجرح، أما البخور اللي فيه دخان ده، بعض العلماء قالوا ده الواجب على الصائم أن يجتنبه، ده ما شمه، ولو في أوضة امشي أوضة ثانية، لأنه ده عنده شنو؟ قالوا لأن له جرم، جرم يعني حاجة محسوسة بتخش جوا، يعني صح ولا ما صح؟ الدخان ده ممكن يخش جوا، فقالوا ده تحاول تجتنبه في حال الصيام. أما كلمة يجرح وما يجرح، هم قاصدين بها يأثر في الصيام، واللي بيأثر في صيام الإنسان الكذب والغيبة وفعل المعاصي والمنكرات عموما. والدليل على هذا ما رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول الزور قال بعض العلماء هو الغيبة، وقال البعض الآخر هو الكذب، ورجح ابن حجر أنه هو الكذب. قول الزور هو شنو يا جماعة؟ الكذب. ومن لم يدع قول الزور والعمل به، العمل زول يكذب وينشر الكذب ده، وأعظم الكذب على الإطلاق هو الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الكذب في الدين. الناس اللي بيفتوا ساكت في رمضان يقول لك برنامج دوحة الإيمان مع الشيخ فلان الفلاني، يجيبوا لك لابس ليه شال وعمة 7 متر وقاعد يكذب للناس في الدين، يفتي فتاوى ليست من كتاب الله وليست من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وينسب كل هذا إلى دين الرسول، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فما يجوز للإنسان يكذب
على الله أو على النبي عليه الصلاة والسلام. ما عندك علم في الدين، ما عندك علاقة بالدين، ما تجي تفتي في الدين. ولو سألك زول سؤال أنت ما عارف قول شنو يا جماعة؟ الله أعلم. ثم الكذب في حديث الناس هو من الكبائر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا رجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ثم قال: وإياكم والكذبة، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. والجهل، الجهل هو السفه، والسفه أصل السفه قال العلامة السعدي رحمه الله: أصل السفه هو جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها. أصل السفه إن الإنسان يجهل بمصالح نفسه، ومش يجهل بمصلحة نفسه بس، مش يقول لك ده ما عارف مصلحته، مش بقول لك كده، ده السفيه ذاته. لكن السفيه بيزيد حاجة تانية، ما يعرف مصلحة نفسه، قال: ويسعى فيما يضر نفسه. ما عارف مصلحته وبيمشي في الحاجة اللي بيضره بيسويها، ده السفيه ذاته، وده أصل السفه، أصل السفه. شكرا ربنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال الضحاك: وأسفه السفهاء النساء والصبيان. عشان كده ما تخط القروج عند المرأة، مرتب كامل يا أخي 10 مليون وخمسة مليون، أنت شهر كامل شغال الليل والنهار، تيجي تخط عندها تطلع تلقى اشترت كوبايات وجوكاكا، موضوع كله بايظ. عشان كده الضحاك رحمه الله تعالى قال: أسفه السفهاء النساء وشنو يا جماعة؟ والصبيان. طيب، والجهل قالوا الجهل هو السفه، لكن المقصود بالسفه هنا في هذا الحديث السفه في القول والعمل والاعتقاد. إنه في إنسان في تصرفاته في أعماله سفيه، في إنسان في أقواله في لسانه ده سفيه. أيضا من الأشياء التي تؤثر في الصيام أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. وفي رواية: إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان يوم صيامك ده لا ترفث ولا تفسق. الرفث قال العلماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو كل ما روجع به النساء، يعني الكلام في أحوال النساوين وصفات النساوين ده منهي عنه مطلقا، إذا كان أصلا كلام بالمحرم منهي عنه، أما مع زوجتك ده أنت مأجور عليه. لكن النوع المنهي عنه ده في غير الصيام، ومنهي عنه أكثر في حال شنو يا جماعة؟ الصيام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. والفسوق المعاصي، المعاصي الإنسان ما يقع فيه المعاصي ويجتنب المعاصي. طيب، دي خلاصة من بعض أحكام الصيام، ونزيد عليها حكم الحامل والمرضع والحائض والنفساء. فأما الحامل والمرضع إذا لم يستطيعا الصيام، سواء خافت الواحدة على نفسها أو على جنينها، فإنه يجب عليها أن تفطر رمضان. الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها أو على جنينها، يعني مثلا اللي بترضع دي خافت لو صامت جنينها ما يجيه لبن يجوع، تفطر. أو الحامل خافت على نفسها ما تقدر تتعب، أو جنينها في بطونها يتعب، تفطر. طيب، هل عليهما القضاء أم القضاء والكفارة أم الكفارة؟ اختلف العلماء، والصحيح أن على الحامل والمرضع الكفارة فقط، يعني تطعم مكان كل يوم شنو؟ مسكين، كما ذهب إلى ذلك ابن عباس، وهو ما فسر ابن عباس لقوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: أي الحامل والمرضع، يفطر
ويطعم مكان كل يوم مسكين إطعام وما عليها قضاء وليس عليها صيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وضع نصف الصلاة عن المسافر والصوم عن الحامل والنفساء، عن الحامل والمرضع أو عن الحبلى والمرضع. فما يصوموا إذا ما قدرت تصوم ما تصوم، لكن تطعم مكان كل يوم شنو يا جماعة؟ مسكين. وده الأيسر للنساء، لأنه الآن في الغالب تلقى المرأة سنة حامل وسنة شنو؟ مرضع، وتاني سنة كثير من النساء سنة حامل وتاني سنة مرضع وتاني سنة حامل وتاني سنة مرضع. أما الحائض دي بتفطر أيام الحيض، والدليل على وجوب إفطارها أيام الحيض وأنها لو صامت حرام عليها الصيام، حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليست شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. والدليل على قضاء الحائض إنها تصوم، ما تطعم، تصوم أيام الافطرت في رمضان، حديث عائشة بالبخاري أيضا أن امرأة قالت: يا عائشة، ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ هل أنت من الخوارج؟ قالت: لا. ليه عائشة قالت لها كده؟ لأنه الخوارج هم اللي بيشددوا بشنو؟ في الدين، وبيشددوا في الأسئلة. لا. فقالت المرأة: لا، كان دار تستفيد، دار تسأل. فقالت لها عائشة: كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائض بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والنفساء حكمها حكم الحائض في جميع أحكام الصيام كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بقي أحكام القيام، ونحن ماشيين الآن على العشر الأواخر من رمضان، انتهينا من التلت، فضل تلتين، فضل تلت بعد ذاك العشر الأواخر. والعشر الأواخر هي أعظم ليالي الدنيا على الإطلاق، والعبادة في ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من العبادة فيما سواها من ليالي الدنيا كلها أو ليالي العام كله، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وقد اختلف الناس هل العشر الأواخر من رمضان أفضل أم العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، فبعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا فاضلنا بين الليالي فالأفضل ليالي العشر الأواخر من رمضان، وإذا فاضلنا بين الأيام فالأفضل أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل ولا أحب عند الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فقيام رمضان كله أجره عظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتتأكد أفضلية القيام في العشر الأواخر، لكن رمضان كله يستحب أن تقومه كله للحديث السابق. لكن الإنسان بينال أجر القيام، قيام الليالي والليلة في رمضان، إذا قام مع إمامه من بداية الإمام، من البداية، مما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، وانتهى مع نهاية الإمام، سواء صلى الإمام الوترة
أو لم يصلي، تقوم معه من البداية لشنو؟ النهاية. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ينصرف دي بعض الناس يقول لك لحد ما يمشي البيت، يمكن ما يمشي البيت، يمكن دارنوه في الجامع، ما المقصود لحد ما يمشي البيت، ينصرف من الصلاة، يعني ينتهي من شنو يا جماعة؟ من صلاته، ده المقصود كده. يكتب له قيام ليلة كاملة، وإذا قمت ليالي رمضان كلها بالفهم ده تدخل، وكان ذلك إيمانا يعني تصديقا بالثواب المترتب على قيام رمضان، واحتسابا مخلصا لله ومحتسبا الأجر من الله سبحانه وتعالى، غفر لك ما تقدم من ذنبك. في رواية النسائي: وما تأخر، لكن دي رواية ضعيفة. الرواية الصحيحة: غفر له ما تقدم من ذنبه. لحد هنا رواية البخاري. طيب، عدد ركعات القيام أفضلها 11 ركعة أو 13 ركعة، وهكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام بغيم 11 وغيم كم؟ 13. واحد من الصوفية درويش شيخ طريق هسه قبل أسبوع قال ما في حاجة اسمه تراويح ذاته، قال لأنه الرسول ما صلاه. أنت بتعرف الرسول ولا عندك علاقة معه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صلى التراويح، صلاها 3 ليال، وأمسك في الليلة الرابعة وقال الراوي أو الثالثة، ثم لم يخرج، وكان الناس يجتمعون في الليالي يصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعوا ثاني بكرة يصلوا. في الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج، حديث عائشة في البخاري، فقال: لقد علمت مكانكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. مش رفعت، نسخت له قعدة، لكن قال: أنا لو وصلت بكم خشيت أنه تبقى واجبة. معناته ما في وجوب، لكن هي موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة. عشان كده عمر بن الخطاب طوالي رضي الله عنه جزاه الله خير الجزاء، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع شنو؟ الوحي. تاني ما في حاجة بتبقى واجبة كانت ما واجبة، أو ما في حاجة في الدين بتتغير، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طوالي فيهم المسألة دي فقيه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. جمع الناس على قارئين، أبي بن كعب وآخر، ليصليان بالناس، ليصليا بالناس صلاة التراويح ذات القيام، فصلوا بالناس. وكان علي بن أبي طالب يمر بالمساجد المسلمين وهي ممتلئة بالمسلمين ويصلون القيام في رمضان، ويقول: رحم الله عمر ونور الله قبر عمر كما نور مساجدنا بالقرآن في رمضان. لكن شيخ الصبي بيعرف شنو؟ لذلك عمر الخطاب لما جمع الناس قال: نعمة البدعة هذه. طبعا كلمة البدعة دي عملت للجماعة إشكال، الصوفية قالوا: أيوة، إذا في بدعة حسنة، جيبوا النوبة، أبنوا القبة، أكفروا بالله، نادوا الشيخ، استغيثوا به من دون الله، أشركوا بالله. وهذا عمر سوى زي ده؟ عمر جمع الناس على التراويح، وكانت موجودة لما كانت موجودة؟ كانت موجودة. إذا ما معنى قولة عمر نعمة البدعة؟ أي البدعة لغة، لأن البدعة في اللغة عندها معنى، في الاصطلاح الشرعي عندها معنى. البدعة في اللغة الشيء الحديث. قال: ما كنت بدعا من الرسل، لأنه قبلي في رسل وما جديد، الرسول الحديث قبلي ما في، في رسل قبلي. فالبدعة في اللغة الشيء الحديث أو الجديد، لأنه السنة دي وقفت لخشية النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين أن تفرض عليهم وتبقى واجبة وما يقدروا ليها. فعمر بن الخطاب جاء أحياها من جديد، لأنه أحياها من جديد سماها بدعة لغة، لأن البدعة في اللغة الشيء الجديد. طيب، السؤال المنطقي اللي بيحل شبهة دي من جذور من تحت: هل يجوز للإنسان أن يطلق لفظا
ويريد به احيانا المعنى اللغوي وليس المعنى الشرعي. ما عمر اطلق لفظ البدعه، ونحن قلنا اراد المعنى شنو؟ اللغوي، لانه ما ممكن يكون بدعه شرعيه في الشرع وعمر الخطاب يغرها، صح ولا ما صح؟ اراد المعنى اللغوي لانه ده شيء جديد، جاء جديد ثاني يحيي من جديد. هل يجوز للانسان يعني تصرف عمر ده ذاته القول اللي قاله دي ذاته بالجوز؟ بالجوز بنص القرآن. انتبهوا للرد ده مهم جدا. جاء نفس الأسلوب ده في القرآن في كتاب الله، نفس الأسلوب ده. قال الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. يعني شنو صلي عليهم؟ الله قال للرسول صلي على الناس ذيل. هل الصلاة بتكون مالي الله بتكون على الناس؟ ولا المقصود بكلمة صلي هنا المعنى اللغوي اللي هي الصلاة في اللغة يعني الدعاء، فصلي عليهم يعني ادعو لهم. أها الاستخدام ده جاء في القرآن ولا ما جاء؟ إنك تقول كلمة وتريد المعنى يا تو اللغوي وليس المعنى الشرعي، لأنه معنى الصلاة في اللغة الدعاء، ومعنى الصلاة في الشرع إنه شنو؟ عبادة مخصوصة بحركات مخصوصة، الركوع وسجود وقراءة و يتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم، ده في الشرع. ربنا لما قال هنا وصلي عليهم قصد معنى الصلاة اللغوي ولا الشرعي؟ يعني هل إذا قلت معنى شرعي ده كفر، المقصود بيصلي عليهم يا معنى لغوي. فعمر بن الخطاب يعلم إن الإنسان قد يطلق كلمة ويريد المعنى اللغوي، ولذلك قال نعمة البدعة، فأراد المعنى اللغوي لكلمة البدعة وهو الشيء الحديث أو الجديد، لأنه أحيا وجدد هذه السنة في خلافته رضي الله عنه وأرضاه. واضحة يا جماعة الردة؟ ده رد مهم جدا ورد قوي جدا على هذه الشبهة لمن وعاه وتأمله. طيب إذا النبي عليه الصلاة والسلام صلى شنو؟ التراويح. أما الشيخ الصوفي ده داير يرقص ما داير يصلي، وداير يرقص الليل كله ما داير يصلي، عشان كده قال ما في صلاة. دي المجاهر ما عندهم علاقة ذاته والفقه، ولا عندهم علاقة بالعقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الزيادة على 11 أو 13؟ اختلف العلماء، والصحيح أنه يجوز الزيادة، يجوز الزيادة على 11، لأن ابن عباس قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام من الليل فصلى 13 ركعة. أما حديث عائشة في البخاري ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، قال العلماء وأجابوا بأن هذا فيما رأت عائشة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يبيت مع عائشة في كل ليلة، لأن له كم؟ 9 نسوة، وكانت لعائشة ليلتان، ليلة عائشة وليلة سودة بنت زمعة رضي الله عن الجميع، التي وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها تقربا وتحببا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن باقي 7 ليالي ما كانت مع عائشة، كانت مع 7 نساء الأخريات. فقولها ما زاد على 11 ركعة فيما رأت، لأن ابن عباس قال صليت وراء رسول الله فصلى 13 ركعة. هذه كيف؟ وعائشة أصدق الناس، لكن شهدت بما رأت، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وصح أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد على 11 ركعة وصلى 13، بل صح أنه صلى 15 ركعة كما في البخاري، وهو أيضا من رواية ابن عباس. بعض الناس قالوا لا، فيها ركعتين دي تابعة للسنن الرواتب بعد العشاء. لا، رواية البخاري
قال فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء حتى نفخ، حتى إذا كان نصف الليل أو بعده بقليل أو قبله بقليل قام فصلى ثنتين ثم سلم ثم ثنتين ثم سلم حتى عد 15 ركعة بالوتر. إذا زاد النبي صلى الله عليه وسلم على كم يا جماعة؟ على 11. ثم قول عائشة ما زاد النبي لا في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، هذا فعل، هذا فعل، والأصل في فعله الاستحباب صلى الله عليه وسلم وليس الوجوب، كما أن الأصل في أمره الوجوب وليس الاستحباب، وكما أن الأصل في نهيه صلى الله عليه وسلم التحريم وليس الكراهة، إلا أن تأتي قرينة في هذا وفي هذا وفي هذا. طيب، وكذلك من الأدلة على جواز الزيادة على 11 في صحيح البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة أو قال ركعة توتر له ما قد صلى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا من أحكام القيام القراءة الطويلة مستحبة في صلاة الليل عموما، ولهذا سميت التراويح، لأن الصحابة كانوا يطيلونها جدا، قالوا فكان القارئ منا يقرأ بالمئين، يعني مئات الآيات في الركعة الواحدة، مع أنه الأصل في الصلوات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء اللي بتصليها بالناس انت بالجماعة، الأصل التخفيف بالمناسبة، التخفيف على السنة كما جاء في السنة، يعني مش كمان التخفيف بتاع الصوفية يقول لك نون الله أكبر، لا ما كذا، ما قالوا كذا، ده جنباز، الصحيح التخفيف على السنة كما جاء في السنة، ده التخفيف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أما الناس فليخفف، وجاء في شمائله كما عند السيوطي في الجامع الصغير الصغير وصححه الألباني هناك: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف صلاة في تمام، يعني أخف صلاة، كان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لكن مع خفته كان شنو؟ كانت تامة، ما زي ما بصلوا الآن الصوفية كرب 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 كرب، لا ما كده، أوصل صلاة الشيعة واحد ما بيسجد في الأرض، قبل ما جبهة توصل للأرض تلقى وقف فوق، قبل ما تقف معه فوق تلقى رقى تعد، دار ترقد معه تلقى طار قام فوق، دار تطير وراه تلقى وقع تعد، دي باطلة، دي صلاة باطلة، لأنه المسيء في صلاته النبي عليه الصلاة والسلام كذا مرة يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع، زول ما بيقيم صلبه في الركوع يعني يركع لحد ما يخشع ويرفع لحد ما يحصل له طمأنينة وخشوع ويسجد لحد ما يحصل له الخشوع والطمأنينة، هذا ما عنده صلاة. طيب، فالسنة في التراويح وقيام الليل عموما التطويل، فسمي التراويح لأنه كان بيطولوها، وبين كل 4 ركعات كان بياخذ شنو؟ راحة. وهنا تنبيه على بدعة يفعلها الناس اليوم في بلادنا السودان وغيرها من البلدان، بين كل 4 ركعات تلقى الإمام عامل فيها صوت سمح، يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لا يقرأ، واحدين يقروا برضو آيات تانية بالصيام، واحدين يقروا قل هو الله الثلاثة، واحدين الفلق، يعني بدعة ذاته، كل واحد شغال براسه براو، شكرا ربنا قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، في البدعة ذاته ما متحدين فيها، كل ذلك بيعمل براسه براو. صليت مع جماعة أنصار مهدي في التراويح ما أعرفه ما المهم، ولقيت مسجد غيره خشيت، والله ده بين الركعات بيعمل عمايل وبيقرأ أدعية باطلة وأذكار باطلة بدع، يقرأ قريب 5 دقائق إلى 10 دقائق، والركعة بتاعته بيقرأ فيها آية واحدة بس، ومرات نص آية بالمناسبة، مش آية، مرات نص آية، الآية بيقسموها لاثنين، نون كرب ينزل طوال،
يجي راجع تاني والقلم وما يسطرون، الرب يقع تاني. أشياء عجيبة جدا. الصلاة ودي السنة الصحيحة يكلفتها، أما البدعة شغال خمسة سبعة دقائق شغال بدعة يا ناس. وشوف الشيطان، الشيطان أغوى النازل كيف. منو قال لهم في أذكار يا أخي ما تراويح؟ لأنه كان بيرتاحوا الصحابة بين الأربع ركعات، بيرتاحوا، لا في موعظة بين الأربع ركعات، لا في محاضرة. كمان صار السنة عندهم بدعة تانية، يعني يجيب لك محاضرة يقول لك عشان ما يعملوا كده نعمل محاضرة، برضو بدعة، بدعة أنصار سنة. العلماء كلهم قالوا كده، الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان، الشيخ ابن عثيمين، كلهم قالوا نفس الكلام ده. ما في كلام يا ناس، ما في موعظة بين الأربع ركعات، ولا أنت أفهم من الصحابة ولا أنت أعلم من الصحابة يا أنصار سنة. الصحابة كانوا بيرتاحوا، بيرتاحوا بين الأربع ركعات، عشان كده سموه شنو؟ أنت قال كلمة تراويح دي من وين؟ من الراحة اللي بيرتاحوها بين الأربع ركعات دي. لازم تفهم المعلومة دي. طيب بعد ذاك يصلي الإمام، ومعروف طبعا شكل الصلاة، وبعد ما يجي للوتر في الدعاء، الدعاء بتاع قنوت الوتر ده صحيح سنة، علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن ابن علي ابن أبي طالب، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول دعاء القنوت: اللهم أهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، لحد نهايته. بس الدعاء ده هو القنوت ذاته. لكن يجوز تزيد بعد ذاك، الناس بيقولوا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأمن بلادنا السودان، يجوز الكلام. لكن العلماء قالوا الإنسان ما يطول بالناس. في بعض الأئمة بالذات إذا صوته جميل وما يعلم السنة، جاهل بالسنة، يقوم يدعو بالناس نص ساعة قدر زمن الصلاة ذاته الصلاة، لما تطول بالناس. الدعاء اختار أجمل الدعاء، أجمعه وأشمله ما ورد في الكتاب والسنة، وادعو به. أنت عارف لو قلت اللهم في أي دعاء تدعوه، في السجود، في بيتك، في أي حتة، براك مثلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، العلماء قالوا تشمل أي حاجة أنت دايرة في مخك ده قاعدة جوا هنا، بس ده الموضوع كله. قالوا لأن حسنة الدنيا هي العلم النافع والرزق الواسع، والرزق ده ما قروش بس، قروش وزوجة وبيت وأي حاجة تنفعك في الدنيا، ده اسمه شنو يا جماعة؟ رزق. يبقى كله جوا هنا قاعد. وحسنة الآخرة قالوا دخول الجنة. طيب ربنا أداك رزق، أي حاجة سمحة دايرة أداك لها، أي حاجة، وأداك علم نافع، ويوم القيامة دخلك الجنة، فضل لك حاجة ثانية؟ ما فضل لك. لكن في بعض الأئمة ذاتهم عورة، واحد بيدعو وبيخش في تفاصيل، يخش في شنو؟ في تفاصيل. وبذات تلقاه عامل ملحين ذاك، يقوم يخش لك في تفاصيل دقيقة، والجنة وداير فيها كده وداير بالجنبة فيها كده. لا لا ما كده، انت قول داير الجنة إذا دخلت بتشتهي بتلقاه الموضوع انت. عشان كده في سنن أبي داود بإسناد صحاح الألباني أن الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، صحابي جليل، دخل على ابنه، جاء داخل على ولده، فوجد ابنه يدعو ربه، لقى ولده بيدعو بيقول شنو؟ اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي عن يميني باب الجنة. فقال يا بني لا تقل هذا، إنما يكفيك أن تسأل الله الجنة وتستعيذ به من النار، وتستعيذ به من النار، فإنك إن دخلت الجنة وجدت ذلك. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الاعتداء في الطهور إنه زول يسرف في الموية، من الاعتداء في الطهور يفتح الماسورة شلللل وتلقاه يتوضى والموية مكابة، يتوضى بجردلين زي الفيل، ده ما من السنة، وده من الاعتداء في الطهور. وكذلك في الغسل برضه سنختصر الماء في أنواع تانية من الاعتداء في الطهور. الاعتداء في الدعاء ده من الأنواع، الاعتداء في الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ده من الاعتداء في الدعاء، إنك تفصل تفاصيل كثيرة. طب إنها تخش الجنة هتلقى الحاجات، إذا خشيت بتلقى هذه الأشياء. طيب
بعد ذلك بقي الكلام عن ليلة القدر، وليلة القدر تكون في العشر الأواخر، ومن أسباب تفضيل العشر الأواخر على غيرها من ليالي السنة أن فيها ليلة القدر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد واجتهد وشد مئزره، يعني اجتهد في العبادة شديد. وقال بعض العلماء كان يحيي ليله في العشر الأواخر إلى الصباح، ما كان ينام فيها، كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله. من والذكر والاستغفار والتهليل والتكبير والصلاة وقراءة القرآن إلى غير ذلك. أما ليلة القدر فهي أفضل الليالي، وأنزل الله في شأنها سورة تتلى إلى يوم القيامة، وقد أنزل الله فيها القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر، وقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر، وفيها يقضى للناس من أرزاقهم وأقدارهم التي يقدرها الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر. إلا أن هناك ليلة هي أفضل من ليلة القدر، ولكنها لأناس معينين. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه المنذري في الترغيب وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بليلة هي أفضل من ليلة القدر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: حارس الحرس في أرض قوم لعله ألا يرجع إلى أهله، يعني المجاهدين في سبيل الله اللي بيكونوا حارسين الثغور بتاعت المسلمين ديل، إذا أخلصوا النية طبعا لله، كانت ليتهم لله وجهاد كان جهاد شرعي، الليلة الواحدة بتاعت الواحد أفضل من ليلة القدر ومن قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. في رواية أخرى صحيحة قال: الليلة حقت الزول ده المجاهد ده الواحدة أفضل من ليلة القدر لمن قامها عند الحجر الأسود جنب الكعبة، ذاك ليلة أفضل منها، ليلة المجاهد أفضل. طيب وليه يا جماعة؟ لأنه هناك ذاك نفعه متعدي، حارس المسلمين وحارس النساء، ولو جعدوا بيضربوا حارس الناس، وإنت هنا بتغيم ليلة القدر لأنه لروحك براك. عشان كده قاعدة أخذوها دائما: الأعمال النفعها متعدي للناس أعظم أجرا من الأعمال شنو؟ النفع عليك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا أو شهرا. ليه؟ لأنك تمشي في حاجة أخوك وتخدمه وتحل له مشكلته، ده نفع متعدي، أما ذاك نفع لنفسك براك. وكذلك الدعوة إلى الله، تدعو الناس وتحذرهم من الشرك وتحذرهم من البدع وتأمرهم بالتوحيد، تأمرهم بالسنة وتعلمهم الدين، ده نفع متعدي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى الحيتان في بحارها والنمل في جحوره ليصلون على معلمي الناس الخير. يصلون يعني يدعو لهم بالخير، يدعو لهم بالخير. طيب ليلة القدر بتبدأ من مغيب الشمس وتنتهي إلى طلوع الفجر، وما في العلامات اللي بيقولها الصوفية دي إنه ما أعرف كلمة ما بيهوه، والشجر بتلقاه شجر النيم ساجد وما بعرف ليك كيف، ده كله هوس وهم ساكت. أوضح علامة وأصح علامة لمعرفة ليلة القدر ربنا جعلها بعد الليلة بكريتها، ما جعلها قبلية ذاته، عشان تغيم الليل كله العشر الأواخر كلها جعلها لك بعديها، اللي هي تخرج الشمس صبيحتها بيضاء شنو؟ كالتصل لا شعاع لها. لكن دي ما بيعرفها إلا زول عنده خبرة بالمناسبة، لأنه الشمس أصلا لما تطلع بتكون ما عندها شعاع في الغالب أول ما تطلع،
او شعاعها بيكون بسيط. فدي عشان الزول يفرق انه دي كانت ليله القدر امبارح ولا ما كانت، لازم الزول يكون عنده درايه بهذه الاشياء لازم. والا هسه لو بكره صباح صبيت تقول والله ليله القدر والعشر الاواخر ما جات اصلا، لو ما عندك درايه. طيب كذلك ليلة القدر متى تكون؟ هي في العشر الأواخر. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قام العشر الأوائل من رمضان يبحث عن ليلة القدر، فقيل له إن الذي تطلب أمامك، فقام العشر الأواسط، فقيل له إن الذي تطلب أمامك، فقام العشر الأواخر، وقال من كان منكم متحريها أو متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. قال ومن غلب عن العشر الأواخر فلا يغلبن عن السبع البواقي. فهي في العشر الأواخر خلاص. وفي العشر الأواخر الصحيح أنه بنذكر نحن الخلاصة، الخلاصة أنها تنتقل ما بتثبت في ليلة واحدة. حتى كلام أبي بن كعب قال هي ليلة 27 أي في ذلك العام، ما بتكون ثابتة. ليه؟ لأنه صح الحديث في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أريت ليلة القدر وأني أسجد صبيحتها في ماء وطين، قال فكانت ليلة 21. إذن ما بتكون ثابتة في شنو، حتى في زمن الرسول جاءت في ليلة 21 وروي أنها جاءت في ليلة 25 وأنها في ليلة 27. يبقى الصحيح أنها شنو يا جماعة؟ تتنقل. وأنها في الأوتار أقرب كما قال ابن حجر في فتح الباري، ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد تكون في الأشفاع كما أنها تكون في الأوتار بنص حديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة، لثالثة. تاسعة تبقى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، شوف الرجل ده عالم كيف، قال فإذا كان رمضان 30 يوما كانت تاسعة تبقى ليلة شفعية وليست وترية، وهي ليلة 22. أحسبها سعدي، تاسعة تبقى قال ليلة 22، أحسبها 22 ليلة 23 24 25 26 27 28 29 30. ها 30 عدينا كم ليلة؟ 9 ليالي. فوقعت تاسعة تبقى دي ليلة شنو؟ 22، لأنه عدينا من 22. وتكون سابعة تبقى ليلة 24، وتكون خامسة تبقى ليلة 26، وتكون ثالثة تبقى ليلة 28. بل صح الحديث، صحه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. ده يوم الجماعة بيمشوا يشتروا ملابس العيد، الرسول قال فتشوا ليلة القدر آخر ليلة في رمضان، ليلة الوقفة. جماعة بيمشوا يشتروا ليلة العيد تلقاهم بيشاكلوا في الأسواق، ممكن الليلة دي قال لك ممكن تكون ليلة القدر. قال شيخ الإسلام وإذا كان الشهر أحيانا كان 29 ما وقع 30، تكون تاسعة تبقى ليلة وترية ليلة 21، وسابعة تبقى وترية ليلة كم؟ 23. لو عديتها تلقى نفس الكلام. إذا ممكن تكون في الوترية، ممكن تكون في شنو؟ في الشفعية، ممكن تكون آخر ليلة، ممكن تكون 25، ممكن تكون 26، ممكن تكون 28، ممكن تكون 27. المهم هي في العشر الأواخر. وليه ربنا ما ورانا لها تحديدا، بس قال الليلة دي وخلاص؟ عشان تجتهد، وكل ما اجتهدت الخير بيزيد لك انت ما لغيرك. هذا ملخص يعني بعض الاحكام من الصيام والقيام حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى اعلم واحكم. ايوه صلاة التهجد. نعم ما فيها مشكله صلاه التهجد، ما فيها مشكله، ما فيها مشكلة، لأن القيام أصلا ليس له عدد معين، الأفضل 11 و13، لكن لو زاد الإنسان ليس فيه حرج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام
صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فلم يجعل لها عددا معينا، ممكن تصلي تمشي ترتاح تجي ثاني تصلي. أما الجماعة شرعت أصلا في رمضان كما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة يجوز لها يصلوا الآن ويمشوا ثاني ويجوا راجعين ما في مشكلة. قال هل يجوز للصبي الذي يحفظ القرآن أن يؤم المصلين وهو دون البلوغ؟ يعني ولد صغير لكن حافظ القرآن كامل، هل بيجوز يؤم المصلين وهو ما بالغ؟ طبعا الصبي يقول لك لو ما بالغ ما بيجوز، ولو ما معرس ما بيجوز. لو عرس وطلق كيف؟ ياخذ كلام فاضي ساكت. روى البخاري بالصحيح حديث رقم 6302، ده رقم الحديث مش الصفحة، قصة عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة ده من قبيلة جرم، أنه كان يتلقى الركبان المشوا للنبي عليه الصلاة والسلام ولقوا القرآن النزل وأخذوه جوا راجعين، بيرجعهم في الشارع في الصحراء بيقول لهم ادوني القرآن النزل، بدوا له بيحفظوا قبله في الصحراء ويمشي البيت، تاني بيجي بكرة بيشوف بيحفظوا ويرجع، لحد ما بقى أحفظ واحد في قبيلة جرم، وحوريك عمره كم بعد شوية هتستغرب. معه واحد تاني اثنينهم، قال فلما ذهب أبوه والقبيلة بتاعته للنبي عليه الصلاة والسلام يطلبون إماما عشان يصلبوهم في قبيلتهم يئمهم، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام وليأمكم أقرأكم لكتاب الله. دي ما قصة الحديث، حديث نحن بنحفظه كلنا، يأمكم أقرأكم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، دي القصة ذاتي. فقال لهم فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمكم بالسنة إلى آخر. قال فبحثوا فما وجدوا أقرأ مني لكتاب الله، طفل صغير. قال فما شهدت مشهدا في جرم إلا وكنت إمامهم، مش الصلوات الخمسة بس ولا التراويح، حتى الجمعة حتى العيدين حتى الاستسقاء حتى خطبة الجمعة كله، زول مات صلاة الجنازة. قال وأنا يومئذ ابن 6 سنين، عمره كم؟ 6 سنوات، لكن يكون غلام عنده مخ مميز، لأنه في واحد الآن الليلة عندنا تلقى واحد صغير وطايش مش كده؟ ممكن يكبر الجماعة يسجد ويدعي يتخارج صح؟ يلقى له كورة يمشي أو عجلة ويخلي الجماعة ساجدين، فيكون شنو؟ يكون عاقل خلاص؟ فده صحابي جليل، فكان يؤم الناس مش كل الصلوات. قال هل يجوز قراءة القرآن والزول يكون ما لابس قميص على عاتقه؟ بيجوز بيجوز، لكن قدام الناس الزول ما يكون يا جماعة يعني في شيء من جسمه ظاهر ويكون قاعد سواء كان بيقرأ ولا ما بيقرأ، ما ينبغي هذا الفعل وليس من الآداب، وقد يتسبب في إصابة الإنسان بالعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من العين فإن العين حق، وقال عليه الصلاة والسلام أكثر ما يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدري بالعين. يعني المقابر دي فيها 1000 قبر، ممكن يكونوا 800 ديل ماتوا بالعين و200 ديل ماتوا بحاجات تانية، عشان كده الزول ما يعني يكون متكشف شوية قدام الناس أو يعني يستر نفسه. طيب النصيحة، قال للذين يسمعون الغناء ويحضرون الأفلام، سماع الغناء حرام. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث اللي هو الغناء ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الله قال أصحاب لهو الحديث عندهم عذاب في جهنم ومهين كمان، في إهانة ودخول للنار. قال ابن مسعود لهو الحديث هو الغناء، وحلف بالله 3 مرات، وقال ابن عباس هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلا ونهارا. والأفلام فيها من المفاسد والمحرمات، محرمات كثيرة جدا جدا. هل تحسين الصوت في الدعاء يجوز؟ العلماء قالوا إذا كان تحسين غير متكلف بحيث انه ما يشغلك عن الدعاء، لانه الدعاء لازم تكون فيه حاضر القلب، ما تكون مشغول باللحن
وبس الدعاء انت ذاتك ما عارف بتدعو تقول شنو، بس كلام حافظ وين وين وكذا، ما ده ما صح. الصح انك تكون حاضر القلب. اما اذا كان صوتك اصلا جميل وانت ما متكلف وجمال يطلع من الصوت من غير تكلف ما في مشكله، لكن تنشغل بانك تلحن صوتك وتعمله جميل او الدعاء يكون فيه يعني قافيه معينه بالنون وبالواو وكذا معين بس تكون وازنه كده وما اعرف ذاته تدعي طلق قلت شنو، ده ما يصلح. الوالدين قال اذا كانوا كبار السن ولا يستطيعون الصيام هل نطعم عنهم ام ما راي الدين؟ ايوه نطعم عنهم، لكن ما يزول كبير في سنه نطعم عنه. الكبير الذي لا يستطيع الصيام، يعني واحد كبير لكن شنو؟ قوي. واحد تلقى عمره 80 سنه لكن قوي بصوم عادي، الشباب بيتجرسوا تلقى صايم. في ولا ما في؟ في. فده واجب عليه الصيام. الكلام على الانسان اللي ما يستطيع الصيام، لو صام الصيام ممكن يقتله، يتعبه، يمرضه، يهلكه، ده هو اللي بيطعم الزول الكبير. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم وذكر يكفي.